مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع، زي ما انتم شايفين اهالي شمه يستقبلون محافظ المنوفيه بالمزمار البلدي في افتتاح مكتب بريد شمه على مساحه 150 متر ويخدم حوالي اكثر من 50,000 نسمة. استقبال دكتور عمرو طلعت واللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفيه من اهالي شمه بالمزمار البلدي والورود لافتتاح مكتب بريد شمة لخدمة ما يقرب من 50,000 نسمة. مشاهدينا ومتابعينا عبر التلفزيون اليوم السابع، زي ما انتم شايفين استقبال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت بمسمار البلدي و افتتاح مكتب بريد شمة على مساحة 150 متر. اخدت رحت اكاديميه الشروق واخدت كورس اي سي دي ال.
انا كنت بعمل حاجه على الكمبيوتر من اول ما بدات الكمبيوتر اتعلم صح. فادي في الجامعه ان انا كنت اجي اعمل برزنتيشن او عايزه مطلوب بالدكتور طالب مني استمنت في الجامعه عايزه اعمله بدات انا اعمله بدات اخش على المنصات خدت وورد خدت اكسل خدت باوربوينت. انا عملت في الجامعه كنت قايده فريق ان انا عملت برزنتيشن وقدمته خدت عليه شهاده في الجامعه. دخلت على منصات اتعلم خدت دخلت على يودمي وخدت ايدكس وكورسيرا وخدت الشهاده اللي هو الاداره الرقميه اللي هي على سيسكو دخلت على سيسكو وخدتها وخدت شهاده من عليها برضو. وكنت الفيس اول ما بدات اعمل فيس المعلومات بتاعتي كانت لكل الناس لا انا دخلت ان عايزه اعمل حاجه خاصه بيا اللي هو انا عايزه احمي الموقع بتاعي بدات احميه ما حدش يشوف المعلومات بتاعتي. دخلت على عرفت كمان لينكد ان وان انا نزل على الشهاده اللي انا خدتها واعمل من خلاله حاجه ليا ان انا ما اروح اقدم في الشغل اعرف اشتغل وخدت حاجات كتير يعني الحمد لله وشكرا لي توفيق ان شاء الله. انا اسمي نوفل كليه تربيه نوعيه باسم حسابي. الكورس فادني كتير في مجالي وفي الكليه دكاتره بيطلبوا حاجات كتير منها ساعدتني كتير. ساعدني ان انا احمي بياناتي على الفيس ان انا مثلا اخلي بيانات معينه الناس تشوفها بيانات لي انا شخصيا ما افتحش اي لينك يتبعت لي ان انا احمي نفسي من سرقه البيانات ما انساش اي حد الباسورد بتاعي ففادني كتير شكرا.